نعم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون؟ المقداد بن الأسود الكندي كان متزوجا ضباعة بنت الزبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب النكاح في الأكفاء في الزواج، وأيضا في كتاب الحج باب الاشتراط في الحج، قال: قالت إني حاجة وإني شاكية، قال: حجي واشترطي. قال: وكانت تحت المقداد بن الأسود الكندي، وكان مولى، وهي شريفة نسيبة هاشمية قرشية، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة أن الكفاءة في الزواج هي كفاءة الدين، وإن كان معمولا به كفاءة النسب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. وهذا فيه جواز أن يختبر المعلم طلابه، وفيه جواز أن يسألهم، وفيه جواز أن يجتهدوا في الإجابة، وأمثلة ذلك كثيرة، كما من حديث ابن عمر لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمار. عرفون الجمار؟ ها؟ الجمار هو السائل الذي يكون من النخلة مثل الزبادي، هكذا يسمى الجمار. فقال: أخبروني عن شجرة كالمؤمن لا يتحتى ورقها. الحديث. نعم. قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. وفيها أن الزنا حرام، هذا إجماع. زنا، وفيها أن الزنا حرام، هذا إجماع. وفيها من الفوائد أيضا أن الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن فوائده أن السنة صنوان ومفسرة لمن؟ للقرآن. ومن فوائده أيضا الرد على القرآنيين زعما، الذين يقولون: بيننا وبينكم إيش؟ القرآن. ولا يقرون بماذا؟ ولا يقرون بالسنة. وفيها دلالة على أن التشريع من الوحيين، وهي أهم رافدين فيه الكتاب والسنة، وبعد ذلك يدخل فيه القياس، ويدخل فيه الاجتهاد، إلى غير ذلك من أدلة استمداد التشريع. نعم. فهو حرام إلى يوم القيامة. نعم. وفيها دلالة أن الذي نزل فيه الحرام يظل حراما إلى يوم الدين، وليس إلى زمان بعينه، كمن يقول: هذا كان زمن إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه اللفظة المنيفة النبوية أن الدين يصلح لكل زمان ومكان، ففيه رد على العلمانيين الليبراليين وكل من يلف لفه. كل الدين يصلح لكل زمان ومكان. حديث إيش هذا؟ لما قال: حرام إلى يوم القيامة. هذا حرام ليوم القيامة، يوم القيامة مو بس زمان النبي، لحد ما يقيم الله الأرض ومن عليها. يدل أن هذا الدين يصلح لكل زمان، ويصلح لكل مكان، وليس لفترة معينة. يقول: هذه للفترة إيش؟ فترة النبوة، وبعد ذلك نحن في زمان غير إيش؟ غير الزمان، وفي وقت غير الوقت، وما كان يصلح في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح في وقتنا. هذا كله كلام باطل. ومن أمثلة الآيات القرآنية في ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذا أيضا فيها من الأدلة على أن الدين يصلح لكل زمان، ويصلح لكل مكان. نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وهذا يدخل فيه باب القياس، هذا حجة لأهل القياس، إلحاق أصل فرع بأصل لعلة في الحكم. هذه أركان القياس الأربعة: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. لأن النبي قاس هنا، وأمثلة ذلك لما سأله عن القبلة قال: إنها هي مثل إيش؟ مثل المضمضة. هذا كله يدخل في. ولما سألته المرأة على أبي حج قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ أقضوا الله. هذا كله يدل على ماذا؟ على حجية القياس، ردا على ابن حزم وعلى الظاهرية الذين يردون حجية إيش؟ يردون حجية القياس. والقياس معمول بهذه واحدة. وهذا من فوائده أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول للإنسان ازني بعشرة إيش؟ نسوة، إنما لبيان غلظ
من فعل ذلك بمن؟ بحليلة جاره. وفي هذا أيضا دلالة على عظم أمر الجار، وأيضا من فؤاد ذلك أيضا دلالة على عظم أمر حرمات الجيران. ولذلك يقول عنتر: إذا ما تبدت لي جارتي تواريت عنها حتى يواري جارتي مأواها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. لا حول ولا قوة. ونحن قلنا الجار كما قالت عائشة إلى 40 بيتا من الجهات الأربع، يعني إلا يروح يسرق له من قرية ثانية، نسأل الله العافية والسلام. وتجد بعض الناس ما يحلل يغري يسرق في فين؟ يسرق جاره، لأنه لأن يعني خبره عنده علانية، يعرف متى ينام متى يستيقظ، ما عنده من المال، يدخل أحيانا إلى بيت الجار خصيصا لكي يحدد اليوم ماذا يريد أن يسرق. وبعض الجيران يكونون طيبين سبحان الله، متداخلين مع بقية الجيران، فتجد أن أسرارهم كلها عند بقية الجيران. نعم.